وصل وفد أمني مصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والقنصل المصري لدى فلسطين إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة حركة حماس. الزيارة سبقتها محادثات جرت في القاهرة الأسبوع الماضي بين المخابرات المصرية ووفد من حركة فتح، بحثت خلالها المخابرات المصرية مع وفد فتح سبل إتمام المصالحة الفلسطينية التي تم توقيع اتفاقيتها في القاهرة في 12 من أكتوبر الماضي. في غزة التي تحول شريطها الشائك مسرحا شبه يومي لعمليات القتل الإسرائيلية، يبحث وفد أمني مصري مصير التهدئة مع الاحتلال إلى جانب مسار المصالحة الوطنية المتعثر منذ انطلاقه. هذا ما اعتاد عليه المسؤولون القادمون من القاهرة. على خط محاولات تثبيت التهدئة، من الصعب التيقن بما هو آت، فالتهدئة ساقطة فعليا مع السقوط المستمر للضحايا الفلسطينيين العزل خلال مسيرات العودة بالنيران الإسرائيلية. حقيقة لا نحتاج للكثير لاكتشافها، تماما كالتباعد الحاصل بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية بشأن طريقة إدارة الملفات الحساسة، وأولها مستقبل العلاقات مع إسرائيل المشمول بالعملية التفاوضية برمتها منذ انطلاق قطار أوسلو. الآن مقول أي مفاوضات مستعدون أن نذهب إلى هذه المفاوضات سرية أو علنية، والوسيط الرباعية الدولية زائد دول أخرى. إذن سرية كانت المفاوضات مع إسرائيل أم علنية؟ فالسلطة لا تمانع الانخراط فيها من دون شروط حقيقية مسبقة، وكأنها تقول هنا للجانب الإسرائيلي إن قانون يهودية الدولة وتوسيع الاستيطان وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لا يعنيها بشيء. هو إعلان يحاكي مدى صعوبة تلاقي حماس والسلطة على القضايا الجوهرية والمصيرية. لم يفاجئ الحركة ربما، لكنها لم تدعه يمر مرور الكرام، فهي لفتت إلى أن كلام محمود عباس يعاكس كل توجهاتها وسياساتها الوطنية. معنا من غزة إبراهيم المدهون الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك معنا. صحيح أن العنوان لوجود أو تواجد هذا الوفد في غزة هو المصالحة، لكن المجال مفتوح أمام الكثير من التكهنات لكثرة الملفات المطروحة، فما الهدف الحقيقي من تواجده في هذا الوقت؟ أنا باعتقادي الهدف هو استمرار الدور المصري في رعاية بعض الملفات في الساحة الفلسطينية أهمها المصالحة. كان هناك لقاء مع وفود إن كان من حركة فتح أو من حماس قبل أسابيع، واليوم هناك استكمال لهذه المشاورات لتقريب وجهات النظر ونقل رؤية السلطة وحركة فتح لحركة حماس، ومن ثم إعادة أيضا توضيح بعض القضايا من حركة حماس للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف التهدئة والعالق الآن مع استمرار مسيرات العودة ومع استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، خصوصا أن هناك اتساع لمسيرات العودة، ويبدو أننا اقتربنا من موجة تصعيد ما لم يتم التدخل بشكل حقيقي في هذه اللحظات، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل عن عملية المصارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وهناك أزمات حقيقية يعيشها القطاع في هذه اللحظات. طيب كيف ستتفاعل حماس مع ما يطرحه الجانب المصري المتواجد هناك، سواء في ملف المصالحة أو الملفات التي تطرقت إلى ذكرها؟ عباس في طريقه نحو نيويورك يحصد دعما أوروبيا لشرعيته في الداخل، ما موقع حماس من هذه المعادلة؟ هناك ثلاث أمور يجب توضيحها. الأمر الأول هو موضوع المصالحة. أعتقد أن حركة حماس تريد أمرين لإنجاح المصالحة، وهذا ما قالته للوفد المصري. الأمر الأول رفع العقوبات عن قطاع غزة عن قبل السلطة الفلسطينية. الأمر الثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة الأزمة وقادرة على أن تكون حكومة مصالحة لا حكومة انقسام. حماس ترى في الحكومة الحالية باعتقادي أنها حكومة تعزز الانقسام وأنها فشلت في المصالحة. أما في موضوع التهدئة فحماس تريد رفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك عبر عدة مسارات. المسار الأول فتح المعابر
والمسار الثاني اللي هو إيجاد معبر مائي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وأيضا إدارة بعض المشاريع التي تنهي الإشكاليات، وأهم هذه الإشكاليات ما يتعلق في قطاع الكهرباء والقطاع البطالة وقطاع المياه، بالإضافة إلى حركة البنوك وحركة المال. باعتقادي أن هذه مطالب حماس في هذا طيب هذه المطالب ليست جديدة ولا تأكيدها جديد أستاذ إبراهيم، ألا تعتقد أن مرحلة الحوار ونقل الرسائل بين الطرفين قد ولت وآن الأوان لطرح أوراق القوة؟ اليوم فتح وحماس متمسكتان بموقفهما، عباس ماض في فرض مزيد من العقوبات وكما قلنا يتجه إلى المحافل الدولية، اليوم هل ستفرض السلطات المصرية أو الوفد المصري رؤيتها على حماس ولا خيار أمامها؟ ربما هذا ما يعيب التحرك المصري، أنه لا يستطيع الحسم والضغط على الأطراف. حماس تجاوبت معه في البداية حينما حلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر وأيضا سلمت الوزارات، ولكن كان من المنتظر أن يقوم الوفد أو أن يقوم الطرف المصري بالضغط على السلطة الفلسطينية وحسم القضايا، على الأقل أن ترفع العقوبات وأن تتراجع عن هذه العقوبات. لكن حتى اللحظة مصر هي تتعامل بنقل رسائل أكثر مما تتعرض بضغوط من هنا أو من هناك أو بفرض بعض الوقائع، خصوصا فيما يتعلق مع السلطة الفلسطينية. يبقى موضوع الرئيس محمود عباس وتوجهه إلى الأمم المتحدة. باعتقادي أنه طالما هناك رفع، طالما أن هناك مجموعة من الإجراءات وعقوبات مفروضة على القطاع، بالإضافة إلى عزل قطاع غزة والانفصال عنه، سيكون هناك من الصعوبة بمكان أن يحظى بتأييد. أنت تحدثت عن أوراق القوة. باعتقادي أن حماس ترى أن أوراق القوة الرئيسية تتمثل في حركة الشارع بما يسمى بمسيرة العودة والاشتباك الليلي والاشتباك البحري، بالإضافة إلى التصعيد وقدرتها على المواجهة العسكرية ومقاومة الاحتلال عسكريا. الرئيس محمود عباس أوراقه القوة الرئيسية هو الدعم والشرعية الدولية الذي يحظى بها إن كان من